هلا حاب احكي لكم شغله صارت معي الصبح. سبحان الله يا جماعه، جد هيك قديش اثرت فيني. انه انت وقت بيكون عندك نيه تعملي خير رب العالمين بيسوقه لك، حتى لو كنت انت مالك قدرانه تطلعي من البيت او تعملي هذا الشيء. قاعده كنت عم بفكر انه انا اليوم كيف راح اعمل هي الشغله، بس سبحان الله هلا بندق الباب وبتنساق لي ببيتي. حاطه ببالي من بدايه رمضان ان شاء الله على نيه انه اقوم بالسلامه صدقة الفجر، صدقة الفجر إلى يعني ما بتخيلوا الخير اللي بيجي من وراها. هيك إنه بتفيقوا الصبح بعد ما تصلوا الفجر تحطوا مبلغ قد ما كان رمزي بتحطوه بتنووه صدقة الفجر، وأنتوا طالعين من البيت بتقدروا تعطوه لحدا أو تنووه لحدا. فاليوم للأسف ما قدرت أطلع من البيت، ولا عندي نية إنه أنا أطلع من البيت، وهي لازم إنه أنا أطالع اليوم يعني. أوكي، فقاعدة بيني وبين حالي عم بفكر انه انا اليوم كيف بدي اطلع. طيب ادق للبواب؟ لا، اعمل كذا؟ ما بلاقي الا بندق الباب بتجي جمعيه. في هدول الجمعيات الخيريه هون معروفين، في منهم اسامي انا حتى داخله بالجمعيات التركيه، فبعرف انه هاي موثوقه او هاي ما موثوقه. فاجتني مندوبه من جمعيه خيريه تركيه بتساعد مرضى السرطان وبتساعد الاطفال وبتساعد الايتام وبتساعد الكبار السن وهالقصص. فمتخيلوا قديش المبلغ رمزي، يعني قد سبحان الله قد المبلغ اللي انا طالعته الصبح. اجت هي عطتني بروشور، هاد رح فرجيكم اياه، والوصول اللي ما رح افرجي هلا المبلغ اللي دفعته حتى ما يروح الثواب. فهي الوصول عليها ختم انه هي موثوقه، وهي شغل الجمعيه. اوكي، يعني مع الصور شو بتعمل، شو الشغلات اللي عاملين لتها، وهي بنفس الوقت لها اسمها يعني، فبعرفها انا. anyway، فسبحان الله سائل لنا. بغض النظر عن صدقة الفجر، الصدقة بحد ذاتها بحس هي الشيء الوحيد اللي ممكن تعمليه انت بحياتك تلاقي نتيجته فورا. يعني كل شيء خير بتعمليه بحياتك ممكن يتأجل ليوم القيامة، ممكن يكون ثوابه بعدين، الا الصدقه بحس ثوابها بيكون كتير قريب، يعني فورا بتلاقي نتيجته. فعن جد يا جماعه، عن جد عن جد بنصحكم فيها. قديش هيك رح تنقلب حياتكم فوقاني تحتاني. رح اغير المكان لانه في تبعيه التنظيف عم طالع. اوكي، رح اجي لهون. هون كمان ضجه للاسف. مره كنت بالمدرسه، ففي عنا استاذ يعني ما كثير انه ملتزم، هو كبير شوي بالسن. فقال لي، كنا فاتحين موضوع انه كيف انا إن هو بيشتغل عنده ثلاث شغلات بيشتغل فيها بيومه. اوكي، يعني هو مدرس بالمدرسه وبنفس الوقت عنده معهد لغات وبنفس الوقت بيشتغل بتجاره العقارات. قال لي بتصدقي انه ما بقدر اصمت شيء ولا صمت شيء بحياتي، ولا يعني ما في بركه بالمصاري، ما في كذا. فكنا فاتحين هي السيره، قلت له جرب طالع مبلغ صدقه بدون ما تخبر حدا، بدون ما تقول لحدا، حاول تلتزم فيه لمده 6 شهور، بعدين تعا قل لي انه شو النتيجه. والله يا جماعه، والله يعني عن جد هي قصه هيك قديش بتاثر فيني. يعني احيانا احنا بنعطي نصايح لغيرنا، بس بتكون هالنصيحه يعني تاثر عليكي انت اكثر. اوكي، شجعتني الي اكثر. قال عندي بعد شهر سما في اول مرتين عطى صدقه فيها، وهيك قلت له انه يا رب العالمين من كل قلبك، مو انه بس مشان انت يجيك مبلغ اكبر بدك انه ما تكون هي هي النيه، تكون نيه خاصه لوجه الله تعالى. فكانه سبحان الله انقبلت النيه تبعيته. فبيقول لي علا سبحان الله يا الله، انه ما مصدق، هو ما مصدق. قال لي كانه هيك يعني شيء كثير كثير بطريقه غريبه ارتد لي المبلغ اضعاف مضاعفه، وصار حاسس ببركه بالمصاري. حتى هلا عم بفكر انه هو تعبان بشغله كثير، انه ثلاث شغلات بيشتغلها رح يختصر وحده، وبالفعل ترك المدرسه وخسرنا. كان استاذ عن جد عن جد رائع، كثير كان انسان رائع يعني، وهيك عنده مبادئ واخلاق كثير عاليه. فبهالشغلتين يعني دائما هلا بمس بالصدفه شفته فعم نحكي مع بعض، قال لي لهلا ها ملتزم بقصه الصدقه. سبحان الله هيك قديش اثرت فيه. سبحان الله، الصدقه الصدقه هيك بحسها دواء لكل شيء بالحياه. اي شيء انت بدك اياه بحياتك انوي لرب العالمين، انوي هي الصدقه لرب العالمين، واهم شيء تطالعيها ما تحكي فيها، يعني هي اهم شيء. هلا انا ليش عم بقول لكم، قلت لكم هي لانه كثير استغربت انه انا قاعده عم بفكر هلا لي هيك تقريبا 10 دقائق عم بفكر انه انا كيف اليوم ماني طالعه من البيت، كيف بدي ادفع هي الصدقه؟ رب العالمين سائلي لانه بيعرف انه انا مثلا نيتي انه عن جد حابه انه انا اطالع،
اوكي، مع انه انا بالعاده شوفوا رح اقول لكم اكون معكم صريحه، اذا اجى احد علي الباب وفرجاني بروشورات ومندوب وكذا ما بصدق هالحكي، بسكر الباب وما بفتح اصلا. بس هاي حسيتها انه انا هيك رب العالمين سالي، حسيتها صادقه لانه انا كنت عم بفكر فيها. اوكي، فسبحان الله يا جماعه عن جد، يعني نحن اذا بعضنا ما ساعدنا بعض يعني بنفس الوقت هيك مردوده لإلك انت يعني احيانا بيكون زايد معي مثلا مبلغ، مو هالمبلغ العظيم، مبلغ قليل وكذا وهيك، وقت بروح بحب هيك انه انا اتصدق فيه، بشبق لهم يعني هيك بيني وبين حالي وبيني وبين رب العالمين انا تصدقت بكل شيء معي. اوكي، لو مو هالمبلغ العظيم بس انه مثلا صدقت بكل شيء معي. فدائما هيك رب العالمين انه انت اكرم مني، لا انا اكرم، رح اعطيك، رح ارجع لك، يا رح ارد لك، يا سبحان الله يا ربي دخيلك عن جد. يعني كثير شغلات عبادات بنعملها لرب العالمين، بس الصدقه اكثر شيء بحسها بترجع فايدتها عليكي انت، يعني قد ما دفعتي وقد ما عملتي بترجع لك اضعاف مضاعفه ومن حيث لا تعلمون عن جد. يعني شغلاتك احيانا بيجيك الرزق من شيء انت مالك خبره ابدا ابدا ابدا، يعني من باب مالك خبره ابدا، سبحان الله. فالله يديمك، حبيت انصحكم فيه وعن جد طبقوها، وخاصه صدقه الفجر. بعد ما تصلي صلاه الفجر حطي هيك مرتبان صندوق صدقه، حطي فيه مبلغ مصاري قد ما كان رمزي، بس حاولي تطالعيها بنفس اليوم. يعني اجى حدا انت حطيها بجيبك وانزلي، شفتي حدا فقير مليان، الشوارع مليانه بصراحه، شفتي حدا بحاجه دوري على هدول العائلات الفقيره. ما تقولي لي ما في عنا فقره، انت بدك تروحي تبحبشي عنهم. انا زمان خرطت بمناطق شعبيه بعمري بحياتي ماني رايحه عليها، ومليان مليان مليان يا جماعه. وكفلي المبلغ اللي انت بتحطيه بالمطعم على روحتين ثلاثة بشيل عيلة بتعيشها شهر. اوكي، فدائما قولي انا بدل ما اروح على المطعم، اوكي ما انا ما بحرم حالي، قلكم انا بحرم حالي، لا ما بحرم حالي، بس في شغلات بحرم حالي فيها مقابل انه انا عندي مسؤولية كفالة مثلا هالعيلة. حاولي تكفلي عيلة دائمة، هيك تكوني انت الراعي لهي العيلة، ولسه اذا كنتي عم تعطيهم بدون ما يشوفوكي حتى ما يخجلوا، حتى ما، لانه في كتير شفت عوائل هون قابلتهم بصراحة كانوا أولاد عز، أولاد نعمة، ارحموا عزيزة قوم زل، يعني كانوا كتير كتير أحوالهم رائعة وانقلبت فيهم الأحوال، فما تحسسوهم. أوكي، يعني هيك من 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 بشكل غير مباشر حاولوا تساعدوهم. بس هيك حبيت إنه أنا أشارك معكم هذا الشيء الصباح، الله يجعله هيك متقبل بإذن رب العالمين مني ومنكم. يا صباح الخيرات والبركة على أحلى متابعين بالعالم، رجعت لكم من جديد أنا علا بفيديو. اليوم الفيديو عبطة وكله طاقة وكلياته مشاوير وكلياته روحات وجايات. ليش؟ لأنه ما سمعتوا الخبر، أو اللي ما سمعوا، تركيا فرضت حظر 18 يوم علينا نحن اللي عايشين بتركيا، فنحن مأمنين إنه ما في حظر وعم نقدر نزعل المولاد ونشان نجيب أغراضنا وهالقصص. ففجأة إجانا هالحظر 18 يوم ورا بعض، فاليوم آخر يوم وبكرة رح يبلش الحظر، اليوم آخر يوم بحقنا نطلع فيه. فنازلين يوم العبطة العالمي، يوم التسوق العالمي. المشكلة انه من البيت، من اغراض البيت لاغراض الملابس لهالقصص، مثل ما بتعرفوا انا تغير السايز تبعي وبلش الصيف، فلازمني بيجامات فساتين للبيت هالقصص. فرح اروح على المول، كمان رح شارك معكم المشتريات، اليوم رح شارك معكم كتير كتير مشتريات. فهيك اليوم فاتحة الصندوق على الاخير، يعني لانه الي زمان زمان ما نزلت لا على المولات ولا على السوبر ماركت. سعيد هو مستلم هالموضوع، يعني ما عم شارك معكم هالقصص لانه اوريدي مريحة حالي، ما عم بقدر انزل، خاصة مع الصيام وهيك كتير صعب وشوب. فلا اليوم هيك اذا ما شغلة بايدي عملتها واشتريت الشغلات اللي لازمتني بايدي ما بتهنى بصراحة، فتركتها لاخر يوم لحتى قررت انه انا انزل واجيب اغراضي. الحلو انه انا مطبقة طبختي من امبارح، فما في عندي شيء، يعني ممكن اوصل قبل الافطار بشوي. هلا نازلة رح اخذ اختي ورح اخذ رفقاتي ورح نروح على المول، مثل ما قلت لكم اشتري هيك اغراض للصيف ومشتريات، نشوف شو نازل شغلات للصيف وهيك، خاصة بهالحظر بحب مونا كان كان بالبيت ونقعد بالبيت، فحابب هيك اخذ بيجامات جديدة وفساتين جديدة للبيت رح شاركها معكم. وكمان الحظر شامل لايام العيد لاخر يوم بالعيد، بعد العيد بنشوف شو رح يصير ان شاء الله. يا رب دخيلك بقى تفرج يا رب. كنت عم تقولوا لي علا شاركي معنا ملابس البيبي، كنت حاطه ببالي الاسبوع الجاي انه انا انزل وخلص ابلش بالزياره، لهلا بصراحه ما بلشت، يعني بس اذا كنت نازله وعجبني شيء هيك مقتطفات اخذها بصراحه.
قلت بعدين بجمعه وبشاركها معكم. بس في شغلتين، اول شغله انه انا كنت حاطه ببالي قبل الحظر انه الاسبوع الجاي هو اللي انزل واجيب واشارك معكم انه مشتريات البيبي وهالقصص، فتأجلت بسبب الحظر لبعد العيد. هاي شغله. الشغله الثانيه وصلني صندوق بياخذ العقل، ما بتتخيلوا. اوريدي انا صورت وانا عم بفتحه، يعني المشاعر لهلا عم بتذكرها قديش كنت متفاجئه ومصدومه من متابعه تغرف في القلب. بعثت لي مسج على الانستغرام، هي عندها بنفس الوقت قناه اسمها عالم عليا، قالت لي علا اشتهيت يعني كثير فرحت لك بالحمل وهيك. على فكره فرحتكم كلياتكم قد ايه قد ايه وصلانتي، عن جد بحبكم بحبكم من كل قلبي. ف قالت لي علا انه انا كثير كثير فرحت لك، حسيتك انا وحده من خواتي وهيك، فحابه انه انا اهديكي هديه. فيسلم ايديها، بعثت لي صندوق ما تخيلت، تخيلوا قد ايه تعبانه فيه. رح تشوفوه ويعني انتم رح تنصدموا وانا عم بفتحه قد ايه مرتب. بنفس الوقت هالصبيه الحلوه اللذيذه عندها قناه على اليوتيوب، ف يعني شوفوا اللذيذه ما قالت لي لا ادعميني ولا قالت لي احكي عن قناتي ولا قالت لي بس انا حابه انه اشارك معك، فانه حابه اهديكي هذا الصندوق. فدخلت على قناتها انصدمت انه حلوه يعني مرتبه قناتها ما شاء الله، وهي عايشه هون بتركيا. فكمان رح اترك لكم رابط قناتها تحت بصندوق الوصف لاني عن جد من ذوقها كثير مرتبه. خلي لي اقدم كلياتكم محتوى عليكم مقدمه اكثر من هيك، خلونا هلا ننطلق ونبلش الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب اذا اول مره بتزوروا القناه، وتروحوا تتابعوني على انستغرام على هوم ستايل. بحبكم كثير كثير ويا صباح الخيرات. رح صور لكم الزحمات والمواصلات قد ايه رح تاخذ معنا اليوم وقت المشاوير، لانه مثل ما قلت لكم اليوم اخر يوم بحقنا نطلع فيه قبل الحظر، فالزحمه مو طبيعيه. فالله ييسرها يا رب. هلا جيت على المول، رح ادخل على محل بنتي. هاي بصراحه كثير كثير عجبتني، كثير حلوه. هلا رح اورجيكم اياها على العارضه محطوطه، هي قماش قماش تبردي، حبيت الوانها. ها هي اكس لارج حلو كثير. اوكي تعالوا ناخذها. من هذا اللون كنت محتاره بيناتهم بس حسيت الاغمق احلى، وهيك بارد بارد ما تخيل. هي هذا النوع القماش انا بصراحه كثير بحبه، بارد هيك للصيف. موديل رح اورجيكم اياه على العارضه كيف هيك موديله. هلا هو البنطلون عالي شوي فما بعرف شلون رح يطلع مع الحمل وهيك، الفوقاني بظن اطول شوي على العارضه لانها طويله كثير هيك طالع. في هدول كمان حبيتهم كثير حلوين بصراحه، كمان بيردات. ميزه بيجامات فانتي انه بيرده. اوكي هلا جيت على الالسي على قسم الحوامل. بصراحه رايده اخذ بنطلون جينز تبعات الحمل، كلي هذا حلو بس سميك بدي اخذه ارق شوي، وقميص ابيض بحسه بلزم لكل شيء. صراحه عجبتني عند الفساتين كثير كثير، هدول للبيت مثلا بس ما كثير بارده. هاد رح فرجيكم اياه للطلعه للشارع قد ايه حلو للحمل، لونه على الحقيقه احلى من الفيديو. رندا بنفس الوقت شوفوا في منه الاحمر، شوفوا طوله بنفس الوقت عريض. رح اخذ منه هذا الاحمر والاسود.
زحمه، ما تتوقعوها قد ايه زحمه. بس هفرجيكم شو اخذت. اخذت هاي البلوز هيك للبيت، بس الالوان ما يطلع حقيقي على فكره. امسكي شوي دلوله. وهي هذا القميص، شوفوا لي قد ايه حلو. هذا الموديل طالع منه هالسنه كثير موضه، الفساتين والقمصان الكلوش. وهي البلوزه كمان هيك للبيت، حبيتها، نصها قماش نصها قطن. طبعا ما بصير بلا الفيزونات البنطلونات الحمل. اخذت جينز واسود والفساتين. وصلني هذا الصندوق اللي بجنن، بغض النظر لسه ما فتحته، قلت لا لا لازم اصور لكم اياه. شوفوا لي من متابعه بتغرف القلب. شوفوا لي ما احلى صبيه هي متابعه، وبنفس الوقت عندها قناه اسمها عالم عليا، رح اترك لكم رابط قناتها تحت بصندوق الوصف، روحوا تابعوها وكلكم تشكروها عني، لانه عن جد ما اللي عارفاني كيف حابه انه انا اتشكرها. وعلى فكره ما طلبت مني لا دعم لقناتها ولا شيء، بس قالت لي اشتهيت هالهديه لبنوتك وحبيت انه انا كمان اشاركها معكم افرجيكم ذوقها. هلا انا رح اشيلها بس المشكله كثير ثقيله. شوفوا هلا هي صندوق خشب، وهي بعد ما طالعتها من الصندوق، صندوق خشب. هلا رح نفتحه سوا ونشوف المفاجات هون. شوفوا كيف معلقه، وهي اكيد لمساتها اللي بتغرف القلب. هيك حاطط لي هدول الافرولات الكيوت. شوفوا لي شوفوا لي ما احلاهم، عن جد يسلم ايديكي شقد متعذبه فيهم وشقد حلوين. يا عيش ما احلاهم. رلول جنبي، رولا ايش رايك؟ قال اشتهيت على بيبي. وعلى هديتي بيبي. اي والله. شوفوا هدول هلا ملفوفين كلهم، رح افتحهم معكم بس رح افرجيكم شو حاطه كم هديه. يا الله شقد خجلتيني يا عليا، يسلم ايديكي الحلوين انه هيك متعذبه ونازله وشاريه. هاي مرطبان، ها شوفوا لي. هاي حسيت انه هذا شغل ايدها مرطبان، لاني شفت هون غطا رح فرجيكم. هذا هيك بتغطى وبقلبه حبسات واكسسوارات وهالقصص. شوفوا هذا الكيس، اول كيس، وهذا الثاني. هذول بنسخها ينفتحوا، والله عن جد عن جد يسلمهم. ما ايش قد ما تشكرتك قليل، خلي لي قلبك. هلا رح نفتح الاكياس كلها ونشوفها. خلونا نفتح اول كيس. ايه انه ايش مشان الالوان. هاد اول طقم، شوفوا كامل مع الباند. يي يي. ياي ما احلاهن. هذا شورت وهي البلوز. ياي ياي ما احلاهن، عن جد يسلم ايدك. بس هذا بس اول كيس. هلا شوفوا مطبقة الكيس على لون القطعة اللي جوا. شوفوا لي هذا الأنوراك الأصفر، ياي بجنن بعقد. شوفوا لي هذا فستان تحته، شوفوا لي ما أحلاه. غرفوا القلب غرفوا القلب. يا الله قد ايه فرحت عليهم، أكثر هدية بحياتي كلها بفرح عليها. سلم إيديكي. هلا هذا الريشة كمان حاطط لي، يا الله شو قد متعسفة وهيك إنه قديش مفكرة. شوفوا لي هذا التراب كولون، هذا طويل. وهي التنورة وهي البلوزة
يا شحتني شحتني قلب بسيان. خليلي قلبك يا الله شد فرحت عليهم. هلا هاي صناديق ثلاثة بعثت لي اياهم. ها شوز كمان مطبقتهم على القطع يا عمري. شوفوني ما احلى هاي مطبقتها على هذا الطقم. شايفين والله بكره رح تضوي ضوي. هاي اول شوز، هذا بظن الشوز ريشي بقى انا حاطته بالبوكس ريشي. الحلو بالهديه انه قد ايه تعبانه فيها. سلم ايديكي وعن جد عن جد ما بعرف ايش رح اقول لك، يعني خجلتيني فوق ما تتخيلي. هذا كمان هدول شوزات البيبي كمان على الريش مطبقته. وهي اخر شوز ابيض، شوفوني ما احلى. سلم ايديك يا عليا، المزو قال بتاخذي العقل بتغرفي القلب. بس هذا اكيد رح ورجيكم اياه، هذا مش كانه شغل ايدها قديش هيك متعذبه فيه. شوفوا لي المشط اللي حاططه جواتها، هذا المشط وهذا اكسسوار. هذا صعب يطلعوا، هي مع حبسات الشعر، وهون كمان هدول الحبسات. ضعت انا اوكي، فهدول هن. قامت الدنيا وما قعدت، هلا رح طبقهم كلياتهم وما رح انسى هالهديه الحلوه اللي بتجنن بتغرف القلب. سلم ايديكي. وهون على الباب من اول ما فتحت حاطط لي هذا الطقم كمان كتير كتير حلو. يسلم ايديكي، كتير كتير يسلم ايديكي، عن جد فرحت من كل قلبي، من جوا قلبي فرحتيني، من اكثر الهدايا اللي بحياتي هيك فرحت فيها. شكرا كتير، رح اترك لكم رابط قناه تحت بصندوق الوصف، روحوا وتشكروها عني لاني حاسه انه قد ما تشكرت قليل بحق. هلا هون كمان حابه اقول لكم انه الثياب كلها من ماركه بي ان جي، ما بعرف هي الماركه، انا ما عندي خبره بماركه البسه الاطفال، بس في معها كتالوج كتير عجبني انه بنقدر نشوف. هلا حعمل لهم فولو على الانستغرام حتى اشوف القطع تبعيتهم. هيك الحلو انه الكواليتي عن جد حلوه. هلا وقت اللي شفتهم شو هدول اغراض البيبي، حلو انه مثل ما قلت لكم عندهم كتالوج اكيد عندهم اونلاين، فهي الشغله عجبتني. القطع كلها مكتوب عليها بي ان جي، حتى الصندوق حتى يمكن الامبلاج وهالقصص كلياتها بي ان جي. شكرا مره ثانيه ويسلمون كتير كتير كتير، خجلتيني، خلي لي قلبك.